هذا الفرن يعني من ايام جدودنا، هذا جدي سلمه لوالدي ووالدي سلمه الي، وانا طبعا اليوم بسلمه لاولادي وبعلم اولادي هذه الشغله، ورغم انه هم متعلمين في جامعات لكن هذه الشغله هي اللي سطرانا هالقيت في الوقت الحالي في ظل هالوضع وسطر بيوتنا، ويعني والشغله مشقه وتعب هذه الشغله، لكن ايش بدنا نسوي؟ هذه اللي موجوده اليوم واللي يعني ماشي حياتنا هذه الشغله. الناس يعني هان في ظل أزمة كهرباء في ظل أزمة غاز بصير عليه الفرن هذا قبول كتير، لأنه الناس بتبقى محتارة يعني ما فيش غاز ولا في كهرباء بدها تخبز الخبز اللي هو البلدي، فعاد بصير عندنا هان بشكل مش طبيعي الخبز والناس هان بتنبسط كمان يعني في طعم الخبز عشانه على حطب، على فرن قديم وعلى حطب، وأمور بتبقى نكهة كويسة وبنرضي الناس وبنريق الناس طبعا في ظل الازمه اللي احنا بنمر فيها. ان شاء الله اهلا خش خليك تناولني هذه البيضه خذ. من اول ما وعيت على هذه الدنيا وانا بشوف هالفرن، واجدادي كانوا في يجوا على الفرن، يعني الفرن هذا له تراث قديم يعني، وإيش خبز قدر إشي بنعمل في الفرن هنا، وإله نكهة أحسن من الدار من الغاز وأوفر من الغاز. Thank you.